الاوان نفرح بقلبك. ابقى صابر. وين انت؟ فرحه كبير بقى. مالك مبروك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله طبعا طبعا. جوازك ايه عندك؟ حياتك يا جماعه الخير. كفانا سهر وسمر، نترك العرسان. لسه اديني شيخ صابر. تمام تمام تمام. المباركه العرسان. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم يا رجاله. الله يبارك فيكم. مليكة، يعني انت كنت عارف اللي ناوي عليه مليكة يا شيخ يحيى؟ ابدا، بس حاسس بيها وعارف اللي بيدور في دماغها. علشان كده انا ما روحتش لحمزة، وقلت ما فيش غير الشيخ يحيى هو اللي هيعرف يرجعها لي. مليكة صبية لسه صغيرة، وانا مسامحها على هروبها، وده يفضل سر بينا على قد سواد الليل. لكن لو النهار طلع وانكشف الموضوع، يبقى الواحة اللي قلنا بالجواز هنخليهم يعيشوا مع بعض في سلام هتتقلب لحرب بين يوم وليلة. مش حرب واحدة، ده يمكن حروب يا شيخ يحيى. ارجع بيتك واستناني، اللي في ايدي هعمله واللي رايده ربنا هيكون. شاكل لك ساعة صدرك يا شيخ معبد.